نروح بقى والتحدث عن أو يعني باستمرارا الحديث عن الصعيد، وفي ظل دور الدولة اللي بيتكامل مع دور المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في الوصول إلى أهالينا في كل مكان في مصر، واللي منه طبعا الصعيد. نتكلم عن الصعيد برضو لأنه في خطة تنمية شاملة لجنوب مصر بشكل عام، الأسر الأولى بالرعاية، الأسر الأكثر احتياجا، في ظل الوضع الحالي اللي لا يخفى على أي أحد من حضراتكم، وضع اقتصادي كل الأسر تأثرت، كل المستويات الاقتصادية والمادية عندنا اتأثرت، كل العالم اتأثر، لكن ما يعنينا طبعا أهالينا في مصر. الصعيد دلوقتي بقى في أعين كل المسؤولين في الدولة المصرية، وده ظاهر زي ما كنا بنتكلم من شوية في خطة تنمية الصعيد الشاملة اللي بتشتغل على بناء الحجر أو البنية التحتية زي ما بنتكلم عليها، وبناء البشر أيضا، والاهتمام بجودة حياة المواطن ومساعدة المواطن من الأسر الأولى بالرعاية، سواء في تقديم مساعدات مادية أو مساعدات عينية أو توفير فرص عمل أو مساعدتهم على إن هم يبدأوا مشاريعهم، وما إلى ذلك من طرق وأشكال مساعدة مختلفة بتقدم إلى أهالينا. التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أطلق المرحلة العشرين من قوافل ستر وعافية لأهالي قرية المعصرة وتوابعها في مركز ملوي في محافظة المنيا، وده بمشاركة 14 كيان من كيانات التحالف الوطني اللي بيقدموا خدماتهم لأكثر من 25 ألف مستفيد. تفاصيل أكتر معنا على التليفون أستاذة داليا الجرحي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. صباح الخير يا أستاذة داليا، أهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. احنا بنتكلم عن المرحله العشرين من قوافل ستر وعافيه، المرحله العشرين تفاصيل عنها، ويمكن يعني برضه قولي لنا لحد دلوقتي واحنا في المرحله العشرين، المراحل الماضيه كلها وصلنا لحد كام محافظه على مستوى الجمهوريه؟ احنا القافله رقم 20 كانت في المنيا في قريه المعصره وتوابعها بمركز نالوي، ده كان بمشاركه 14 كيان من كيانات التحالف الوطني لتقديم خدماتها لأكثر من 25,000 مستفيد. وطبعا بتأتي قوافل ستر وعافية تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا، وتماشيا مع جهود التحالف الوطني لعمل الأهلي التنموي. بتقدم لهم إيه يا دكتورة داليا في المرحلة العشرين دي؟ يعني القافلة بتتضمن إيه؟ الحقيقة بتتضمن حزمة متنوعة من الخدمات، بتشمل قافلة طبية بيبقى فيها العديد من التخصصات للكشف والعلاج والمتابعة، زي القياس مثلا للضغط والسكر، عمل نظارات طبية، تركيب أجهزة تعويضية، حملات توعوية بشكل واسع مثلا بكارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، الكشف المبكر عن سرطان الثدي، التوعية بالقدم الصحيح، التوعية بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية. بتتضمن كمان توزيع مواد غذائية ولحوم، بنعمل كرنفال للأطفال ومسرح للعرايس، معرض ملابس بأسعار منخفضة. بتهتم أيضا القافلة بجانب التمكين الاقتصادي المتمثل مثلا في تمويل بعض المشروعات أو المساعدة في مشروعات أخرى، فك قرب الغارمات، تقديم الرعاية البيطرية، تشطيب وترميم المنازل، توصيل المياه للمنازل المحتاجة مية نظيفة، نشر ثقافة التطوع وتوسيع الشريحة دي. انتوا يعني شغالين ما شاء الله في كل المجالات وكل الاحتياجات اللي ممكن يكون اهالينا محتاجينها. بنتكلم في كم محافظة لحد دلوقتي وصلت لها قوافل ستر وعافية يا دكتور يا استاذة داليا؟ احنا تقريبا يعني عدينا تقريبا على كل المحافظات مصر. مثلا بشكل خاص الصعيد واخد أهمية كبيرة الفترة الأخيرة، يعني على مستوى مثلا مؤسسة الجرحي فهي شغالة مثلا من أكثر من 30 سنة في الفيوم، من حوالي 10 سنين مثلا بدأنا نشتغل في محافظة قنا وأسيوط، لكن مثلا بالنسبة للتحالف كانت أول قافلة كانت في شهر أكتوبر اللي فات كانت في سوهاج، من هنا كانت البداية مرورا بقى بمحافظة قنا وأسوان والأقصر الفيوم وأسيوط والمنيا، ولسه رحلتنا مكملة بإذن الله في الصعيد. احنا بنتكلم في 25,000 مستفيد في القافلة العشرين بس؟ بالظبط. طب كله بقى على بعضه كام؟ الحقيقه يعني عدد كبير قوي ما اقدرش احصره برقم محدد يعني، بس يعني تخيلي لكن عندنا يعني قاعده بيانات 25,000. نعم، لكن عندنا قاعده بيانات بكل المستفيدين بحيث نقدر نتواصل معاهم طول الوقت.
طبعا طبعا. هل بما يخص بقى المتطوعين، هل من القرى والاماكن اللي انتوا بتنزلوها بينضم اليكم متطوعين منها، وبالتالي بتقوموا بتدريبهم علشان يشتركوا معاكم في هذه القوافل؟ طبعا دي من اهداف التحالف، يعني من الاهداف بتاعتنا ان احنا في كل محافظه وفي كل قريه بننزلها ينضم الينا متطوعين، بنعمل لهم تدريب طول الوقت ازاي نوسع الشريحه دي وازاي نقدر نعمل شريحه كبيره من المتطوعين، يعني نقدر نستخدمهم في كل محافظه بننزلها وفي كل قريه، ويبقى عندنا ونوسع قاعده بياناتنا فنقدر نخدم اكتر ونوصل لمستحقين اكتر. أكيد. وعن حملات التوعية، وده برضو أمر في غاية الأهمية، وحضرتك ذكرتيه برضو في سياق كلامك بعض من الموضوعات، حملات طرق الأبواب بتتم في ملفات معينة خاصة بالتوعية، والبعض الآخر مثلا بيتم في ندوات أو لقاءات مفتوحة وما إلى ذلك، ولا بيتم إزاي عمليات أو حملات التوعية دي؟ حملات التوعية بتبقى دايما مرتبطة بالقوافل الطبية، بنبقى عارفين يعني محددين الأماكن، و وبحكم الجمعيات اللي هناك وبالتواصل معاهم والمتطوعين بنقدر الناس نتجمع في نقطة معينة ان هي بتيجي، وبنقدر نعمل الحملات دي، وسواء ان احنا نتكلم او نشرح او ندرب او كده، وفي نفس الوقت ده الجانب الخاص بالجانب الطبي. اما طرق الابواب هي مش حملة، هي آلية توزيع المساعدات لكبار السن وذوي الهمم والأسر المتعففة من المطلقات والأرامل والسيدات. كل الشكر ليكي أستاذة داليا الجرحي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، شكرا لحضرتك.